العاطفيين. الشغله المهمه اللي نعرفها انه الانسان الاخضر بيكبت بنفسه في علاقاته، مهمه عنده جدا العلاقات، وبيقدم مساهمات كثيره لاي علاقه حتى لو كان على حسابه الشخصي. يعني ممكن يجي على نفسه من شان تبقى العلاقه موجوده، ولكن شو بيعمل؟ بيكبت. غلطت معه بيكبت، بخلي ماشي الحال. حكينا زي طنجره الضغط، هذا بيكبت اكثر من طنجره الضغط، بتحمل اكثر، ماشي، بتحمل كثير يعني. بس شو بيعمل؟ ما بنسى، بخلي كل شيء موجود عنده. لذلك هذا النمط شو بيعمل؟ بحب يكون متحكم، بحب يكون محكم ومتسيطر بطريقة سلبية جدا. يعني في البيت إذا كان هو الرجل بين هذا الطبع النمط الأخضر، هذا الزلمة لازم يتحكم بكل الأمور مشان يحب يكون بأمان. وكيف بيقدر يأمن على أنه كل الأمور مستتبة والروتين ماشي مثل ما هو؟ بضل ضاغط بطريقة سلبية على الكل بالبيت، لا هاي مش هيك، لا كذا، ومخانقات وصياح ومش عارف شو وتهديد، بس منشان تضل الأمور إيش، هو يضل بأمان.